السلام عليكم، هلا والله فيكم، حياكم في مقطع جديد، معكم اخوكم مبارك القحطاني. وفي مقطع اليوم راح نكمل لعبه ترمويل، لعبه التنقيب عن النفط. فقبل لا نبدا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا خلينا نبدا. طيب احنا اخر شيء سوينا طلعنا كل هذه التطويرات، باقي بس اخر تطويره تنبني، فما عندي شيء اسويه لان ما عندي فلوس حق تطويرات ثانيه. فخلونا نروح لخريطه العالم ونختار ارض. طيب الحين بدأت تتخلص الأراضي شوي شوي، أنا راح أكمل، أنا مشيت يعني من هنا وراح أكمل على جانب الشاطئ يعني، فبختار هذه الأرض إن شاء الله ما حد زايدني عليها. أوه قاعدين تمشون على الأرض هذه وزودوا علي، كيفكم؟ ما راح أزود على أحد أنا. ول 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 إيش فيه؟ طيب روح هذيك، لا حد يجيني. كيفكم؟ تهاوشوا واصرفوا فلوسكم على كيفكم، لا حد يجيني انا. تمام اتفقنا. بس الحين انا ابغى اني اخذ من البنك، لازم استلف من البنك عشان اجيب حقة الفروع، فيبغالي 3000 صح؟ وخلني اطور هذه حقة الفروع. اوه كذا بحتاج برضو 2000 زيادة، بتوهق مع البنك الحين. عشان لازم احفر لازم يكون عندي 2000. طيب خلاص يلا نبدأ نحفر. طيب جيب عطني 3 أشخاص من ذولي. ممتاز، خليني اجهز لي واحدة عشان اذا حصلوا 2 بجنب بعض اطلع منها فرعين. يلا يلا، هذا حصل، هذاك حصل، وهذا حصل. طيب خليه في النص بين هذا وهذا مثلا كذا. ان شاء الله ان جبتها صح. لا ما جبتها صح. ليش كذا يعطيني دينج 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 بس انه ما ي... بس انه ما... يعني ما اعرف وين. اوكي هذا حصلناه، هذا اقدر الغيه مثلا. تعال تعال تعال، خلنا نجيب حصانين وخلنا نبيع. يسار قاعد يزيد السعر. بي علشان احط هذه هنا الان. طيب بجرب احطها كذا، بس احتاج فلوس زياده. يلا بيعوا بيعوا، حلو باقي شوي. ما ابغى اشيل اصبعي عشان المكان، محدد على المكان. يا سلام والله سعر مره ممتاز. بيع، كيف تغير الصوت الحين؟ هنا. طيب جيب حصان زياده، بيع هناك، جيب برضو حصان رابع وبيع هناك. ان شاء الله انه المكان اللي انا حطيته كويس كويس. لا تطلع برا، لا تطلع برا. نايس نايس، هذا البير اللي لقاه هنا يقول. هنجرب هنجرب هنا. طيب خليني ابغى اوسع. جيب حصان خامس، بيع يسار. لا طلع غلط. طيب خلنا نسوي كذا، نسوي كذا. هذا خلص المشكلة اللي على اليمين.
يهو. يا أخي كيف بعرف؟ شوف كيف يعني، ليش يطلع لي الصوت هذا دينج دينج دينج؟ وسع هذا الحين. شو وين طلع؟ بالله شوف وين طلع. هات هات هات. طيب نوسع هذا برضو. نوسع هذا يس. ما عندي فلوس توسع. هذا خلص. طيب تعال 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 شوف لي واحد زيادة. عطني خيل. والله الله الله السعر اللي طايح تحت يسار. روح يمين يمين بيع يمين بيع يمين بيع يمين. والله طاح السعر ما انتبهت. قاعد افكر في البير بس. طيب هذا حصل يقول. جيب واحد هنا حط واحد تحته بالضبط كذا ان شاء الله انه صح. هذا بيطفح. اجيب خيل زيادة. خيل برضو زيادة. بيعوا كلكم يمين. هذا غلط. تنقيبي اليوم مرة سيء. جدا سيء. اوكي حصلت. حصلت ده. من مرتين. حلو. وسع وسع. جيب لي خيل لين ثلاثة. كلكم كلكم بيعوا يمين. كلكم بيعوا يمين. وسع هنا. الله وصلنا مي. باقي شهر. باقي شهر لسه ما بيعوا بيعوا. يسار 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 أعلى. يسار أعلى. وسع. جيب خيل لين. وسع. كلكم بيعوا يسار. كلكم جيب واحد زيادة بعد. عبد الخمستاش كل. جيب الخمستاش كلهم. أصعب بين الخمستاش كلهم. كلكم يسار بيعوا. يلا بيعوا يسار كلكم. هذا ليش واقف الخيل؟ في خيل واقف هنا. يلا روحوا هناك يسار بيعوا. عبوا بيعوا يلا. خمسة آلاف. ستة آلاف. يلا يلا. سبعة آلاف. ثمانية آلاف. حلو حلو. فلوس طيبة. باقي عشر أيام. تسع أيام. ثمانية. قربنا من عشر آلاف دولار. طيبة. وين البير؟ والله والله مليانة هذه. بس حصلت على الكبار يعني. وصلت للكبار. كنت قريب من هذا. كنت قريب مرة لو مديت بس على قدام. حلو ممتاز ممتاز ممتاز. دخلنا 16000 وصرفنا 7000 وفلوس البنك 6000. الصافي معاي 5000 و 4600. حلو حلو. طيبة طيبة. أهم شيء رجعنا فلوس البنك. مع التطويرات والله هذا. وأنا متسلف من البنك رجعت له. شوفوا كيف ما زلت الأعلى فيهم. وهم كانوا مضبيعين على الأراضي. طيب في تطوير افتحت اللي هي حقت شو يسوون هذولي. يقول ادفع لي فلوس وارفع لك الأسعار. أوكي كلهم يبون فلوس وظهر عن سالفة الأسعار. طيب طيب خلنا نشوف التطويرات الثانية. مثلا هنا
حقت البحث. انا ابغى السكانر يا اخي، مهم مره السكانر ذا، مره مهم بس غالي مره، يكشف لي الارض شوي بس ب30,000، ما عندي 4,000. والدبث ماني مزود الدبث، سبيدي ابغى ازود السبيدي بس برضو ما عندي فلوس. طيب ازود الخيول برضو ما عندي فلوس. كلهم ما عندي فلوس الخيول ولا تطويرات ولا تطويرة عندي لها فلوس. طيب خلني الحين نروح نشتري، نروح الأرض ونبحث يعني ننقب فيها بمهارتنا. طيب بروح للأرض اللي جنب، اللي جنب ولا تدرون أروح، أنا محتار بين هذه وبين هذيك. باخذ هذه. الحين صارت ب2000 الأرض، والله اللي كنت أبغاها أخذوها. طيب مو مشكلة، مو مشكلة. طيب ما عندي ولا تطويرة والحمد لله ما عندي ديون، فيلا خلونا ندخل على الحفر. يلا بسم الله. يقول الحين سنة كاملة إلى 31 ديسمبر، مرة ممتاز مرة ممتاز. طيب طلع لي اثنين أول دام أن عندي سنة. خلني أشوف عندهم هنا، توقع بينهم هم أحس ما فهمتهم، غالبا يطلع لي تحته بالضبط البير، فبمد هذا تحته على طول. خلني أشوف الثاني حصل صفر، ممتاز بينهم اثنينهم. خلي واحد هنا واحد هنا مثلا، يا رب صح من بايب واحد. ممتاز ممتاز من بايب واحد. خيل عطني واحد، ممتاز يا رب ما يطلع برا. طلع برا. طلع برا. طيب عطيه حبة كذا صغيرة. نبيع يمين، كلكم بيعوا يمين، كلكم بيعوا يمين. طلع خيل رابع، خيل خامس، كلكم يمين. يلا خلني أوسع البايب عشان نشفط البترول كامل. ايش ابغى هذا؟ اقدر اسرع. نايس نايس. حلو 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 حلو. طيب اللي هو اضغط على اكس. حلو. جيب لي خيل بعد وخيل بعد، سرع زيادة، وسع لي هذا. كلكم بيعوا يمين يمين. حلو، جيب لي بعد خيل زيادة وخيل زيادة وكلكم بيعوا يمين. فضي، طلع لي واحد يبحث. ممتاز، هذا حصل. طلع لي بعد خيل، بيعوا يمين كلكم. لا لا يسار 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 يسار، تبعت الأسعار برضو خيل. أرفع هذا، يقول حصل بير هنا، خلنا نحطه هنا مش هنا، برضو مش هنا، هذا هو. تمام تمام. خيول خيول، كلكم يسار. كلكم يسار. برضو واحد يبحث، كلكم يسار. وسع لي البايب. خلاص جيب 15 كلهم وريح نفسك. طيب كلكم يمين، كلكم يمين، كلكم يمين، يمين اسعار اعلى. وسع البايب، وسع البايب، وسع البايب. خلصت اللي هنا. طيب اما خلصوا. خلص تمام 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 تمام. هذا هنا هنا حصلنا بير. حصلنا بير، طلع لي زيادة انت بعد. كلكم كلكم بيعوا يمين.
السعر تساوى، يسار قام يزيد، روح يسار 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 كلكم يسار. أقدر أنهي إذا حسيت إن الأرض فضت ما عاد فيها شيء، أقدر أنهي السنة. تمام. طيب بيع يسار، هذا حصل أحد. طيب حصل بير ذا؟ ما حصل لسه. خلنا نفضي الأرض. يمين قام يزيد، روح يمين 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 يمين، روح يبيع يمين. ممتاز، فضت. فض البير، ما عاد فيها شيء صح؟ شكلها ما عاد فيها شيء، لأنه هو جاني قال لي إذا حسيت إنه ما في شيء وقف صح؟ خلاص وترو ستوب ليفل. باقي والله بس إنها بعيدة، ما أتوقع بيكتشفها لأنه ما عندي تطويرة حق الاكتشاف. بس جبت فلوس مرة ممتازة، مرة ممتازة، يعني دخلت 20,000 وصرفت بس 6,000، وعشاني أنا متسلف الأرض ب2,000 رجعوا لي 1,000 لأني وقفت تقريبا نص السنة، وصافي 17,000، مرة ممتاز. 17,000 كم أخويانا؟ أوه هذا جاب 18,000، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب الحين هل أطور زيادة ولا أجمع حق السكانر؟ أنا بجمع حق السكانر، فخلنا نلعب أرض أخيرة. طيب أرض أخيرة. أرض أخيرة في مقطع هذا، دام نقدر نسرع فنقدر نخلصها مرة بسرعة. باخذ الأرض اللي هنا، لا حد يجيني. تمام ما حد زايد علي، حلو. يلا نحفر. نروح نحفر بسرعة. طيب طلع اثنين او طلع اثنين او ثلاثة، خلنا نطلع اثنين، خليهم يدورون لنا بسرعة. حصل هنا الثاني، حصل هنا، ممتاز. انا اسوي كذا، ممتاز من اول مرة. جيب الخيول، بيعوا يسار كلكم، برضو جيب لي خيول. خيول كلكم بيعوا يسار. يمين قاعد يزيد السعر، لا يمين روح يمين بسرعة يمين. جيب لي واحد يبحث، عطني خيل كلكم يمين. حصل، وسع البايب، وسع البايب الثاني. خيل كلكم يمين، بسرعة خلنا نستفيد من السعر. لا خلنا نجيب هذه، نطلع يسار كلكم يسار. انت خلنا نقول هنا مثلا، ما جبتها ولا هنا. اوكي نايس. جيب ال 15 كلهم الحين، كلكم يسار. يمين السعر، يمين السعر عالي، يمين. يمين كلكم يمين، بيوع يمين. وسع البايب. جيب واحد يبحث، قام ينزل السعر. روح يسار يرتفع، دام انه ما نزل عن 80 فالسعر مره ممتاز. هذا يقول حصل هنا، طيب حط هنا، نبحث تحته. اوه ماي جاد. وسع ابو الفايب. حصلنا. طيب ابحث انت بعد، شوف اذا في الارض. حصل ممتاز. امد بايب منك ولا اركب هذا اقرب احسن. اتوقع هنا ممكن هنا. طيب يمين. اسعار الهبل يمين. اتوقع هنا، لا تقول
ما في توقع هنا تحت. حرام يا أخي والله حرام. يعني هذه كلها خسائر على الفاضي. طيب هو يقول لي حصل. السعر قام ينزل يمين يرتفع روح بيع قصي يسار يرتفع روح بيع يسار روح بيع يسار. طيب الحين هذا وين أحصل الحين؟ بصرف فلوس على الفاضي إني قد أحفر له هنا. طيب شكلي بخلص البير هذا اللي حصلته وبوقف. بفضي هذا اللي على اليمين شكلي بوقف. 20,000 طيبة جدا طيبة جدا. 21 ولسه لسه بير فيه خير لسه. دقيقة 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 عب السيارات عب السيارات. طيب الحين خلني أعبيهم خلني أعبي كل السيارات. وصلنا نوفمبر بعدين ببيعهم بيعة واحدة. إذا ارتفع السعر عبي 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 عبي. على اليمين قاعد يرتفع حلو على اليمين قاعد يرتفع. 15 خيل معبى كله بترول. شوف دولار يمين. هجوم. الله 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 يا الفلوس الله يا الفلوس. لسه ما خلص البير ده لسه ما خلص. باقي لي واحد بس وكنت جنبه كنت جنبه والله. 30,000 يعني جمعت 35,000 صرف 6,800. واو واو يا الفلوس. 44,000 على طول راح اشتري سكانر طبعا طبعا. فو والله كان مقطع مره رهيب يعني استفدنا كثير. طورنا تطويره مره كبيره السكانر يبين لي على الاقل اماكن الاراضي وين احفر النفط وبيسرع علي عمليه اني اخلص الاراضي بسرعه. فبس كان مقطع اليوم اتمنى يكون عجبكم. واذا عجبتكم اللعبه علموني في التعليقات اذا تبوني اكمل منها. وبس نشوفكم ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.